لقد أنهيت منذ ساعات قليلة برنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى لندن منذ يومين، وهي الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة. وقد سمحت مختلف المباحثات التي أجريتها منذ وصولي إلى غاية أمسية هذا اليوم بتأكيد التطور الملموس واللافت الذي حققته الشراكة الجزائرية البريطانية في مجالات عدة، ولا سيما المبادلات التجارية التي سجلت ارتفاعا مشجعا فاق 40% خلال العام المنصرم.